بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بكم يا شباب أحبابي اللي بيقدموا في مدارس الستيم وعايزين يقبلوا في المدارس دي. اسمحوا لي إن أنا أكون معاكم وأحاول إن أنا أساعدكم في الجزء الخاص بيا اللي هو أسئلة الآي كيو، اللي ممكن تكون بتمثل أصعب جزء في الاختبارات اللي انتوا بتدخلوها. ان شاء الله هيكون في معانا نماذج من امتحانات جت قبل كده، والكورسات دي او الفيديوهات اللي احنا هنقدمها ان شاء الله تكون خير مرجع ليكم ان انتوا تعدوا وتجتازوا الاختبارات. اول نصيحة حابب ان انا انصحها لكم، حاول ان السؤال اللي بيجي لك ما تقفش عنده كتير، ولو ما جاوبتهوش ما تخلوهوش يوترك ويفوت عليك إجابة الأسئلة اللي جاية بعد كده، لأن يعني الاختبارات عموما بيتم تصميمها على إن هي بتتلاعب بأعصابك علشان تفقد تركيزك، فبالتالي تفقد كل الأسئلة. تعالوا نخش في الموضوع على طول، وإن شاء الله مش هتحتاجوا إن انتوا تسيبوا أسئلة لو تابعتوا الشرح بتركيز وجبتوا ورقة وقلم وابتديتوا تكتبوا معايا الأفكار اللي هتساعدكم إن شاء الله تجاوبوا معظم الأسئلة. طيب هنا في السؤال اللي قدامنا بيقول لي which set of diagrams below should replace the question marks، يعني هو جايب لك زي ما انت شايف كده خطين او two lines من الاشكال، وبناء على اللي موجود في النوعين الاولانيين انت هتجاوب اللي جاي اللي هو فيه العلامات الاستفهام. طيب عايزين نوجد بقى العلاقة ما بين الدوائر اللي فوق والدوائر اللي تحت اللي بناء عليها نحل اللي جنبها. عايزك وعايزك توقف الفيديو وجرب تفكر تبص على الأشكال، في شوية معايير كده هنتكلم فيهم بعد ما ترجع ونحاول نجاوب السؤال صح. لو انت جيت بصيت معايا هنا كده هتلاقي ان الدايرة الأولانية اللي فيها خط مايل دي هي، والدايرة التانية على خط العمودي، والتالتة الخط العمودي، هما موجودين في الصف اللي تحت، والتلاتة اللي الأخرى جم في الأول. يعني لو جبت لاحظت هتلاقي إن هما بدلوا أماكنهم مع بعض، التلاتة اللي في الأول جم في الآخر واللي في الآخر جم في الأول، دي فكرة السؤال. فتحط في اعتباراتك والورقة والقلم إن ممكن يحصل تبادل في أماكن الأشكال، وده معيار من ضمن المعايير اللي في أسئلة الآي كيو. كتر ما هتحل أسئلة أكتر يعني كل ما هتكتسب أفكار أكتر، وايا كان السؤال اللي يجيلك هيبقى عدى عليك قبل كده. هي اللعبه في كده، حل اسئله كتير، شوف فيديوهات اللي احنا هننزلها ان شاء الله، وحاول تجمع اكبر قدر من الافكار. لو جينا بصينا على الست التانيه من الاشكال وعايزين بقى نطلع الشكل، هنجيب الثلاثه اللي في الاول دول في الاخر ودول مكانهم، فهتبقى الاجابه، تعال نبص مع بعض كده هتلاقي ان الاجابه دي، ادي الاتنين دول العمودي جم هنا وبعديهم الخط المايل، بعد كده جه الخط العمودي وبعديه التو لاينز الافقيين دول اهم جم هنا، يبقى الاجابه الصحيحه هي الاجابه دي. ويلا بينا نشوف السؤال اللي بعد كده. وصلنا معاد يا شباب للسؤال ده، وهنا بيقول لي insert number into the remaining blank squares so that the sums in each line and column are correct. طبعا ده ليه؟ علشان all numbers to be inserted are less than 10، لازم الارقام اللي تتكتب تبقى أقل من 10، وفي نفس الوقت نطلع النتائج المظبوطة. طبعا سؤال زي كده بيلخبطنا وبيوترنا ومنبقاش عارفين نبدأ بإيه وننتهي في إيه، يعني نبدأ من هنا ولا ننتهي هنا ولا نعمل إيه بالظبط. دايما يا شباب لما نيجي نحل الأسئلة دي حاول إنك تبدأ طبعا لو سؤال مكتوب لك بالإنجليش زي كده ابدأ بالكورنر اللي فوق خالص ناحية إيدك الشمال، يعني هتحط هنا أول رقم، وطبعا لازم تبدأ تحط أرقام، انت بتبدأ تعمل تباديل وتوافيق لغاية ما في النهاية توصل للحل المظبوط. يعني مثلا احنا عايزين في اول لاين ده انه الناتج في الاخر يكون بيساوي 4. طيب لو جينا مثلا ضربنا 5 في 2، 5 في 2 هنكتب هنا 5 وهنا 2، 5 في 2 بكام؟ 5 في 2 ب10، والرقمين دول اقل من ال10، ف5 في 2 ب10 ناقص 6 بيساوي كام؟ 4. 5 في 2 ب10 ناقص 6 بيساوي 4. تقول لي طب انت ليه حطيت الارقام دي؟ عادي انا بحط ارقام افتراضيه ممكن اشيلها اغيرها، انما لازم ابدا واحط رقم واجرب. طب احنا هنا علشان نيجي بقى للصف الثاني اللي موجود هنا، انا معايا فوق 5، الخمسه دي زائد كام؟
ناقص كام بتساوي 4، تمام؟ فممكن ان احنا برضو نكمل اللاين ده، احنا قلنا مثلا 5 زائد 2 ب7، يبقى انا هحط هنا 2. 5 زائد 2 ب7 ناقص كام؟ ناقص 3 تديني 4. خلاص ابدأ كمل معايا الشكل كده. انا معايا هنا كام؟ معايا هنا 2. 2 لو قلنا مثلا 2 في 8 ب16، 16 على 4 هتديني كام؟ 4. طيب يبقى انا كملت اللاين التاني، اصبح معايا هنا 5 و2، 5 و2 و3، فالتلاتة دي هتساعدني ان انا اكمل اللاين التالت. 3 و5 8. طيب 8 دي لو طرحت منها مثلا 6 هيديني الناتج 2، فانا معايا هنا 4 ومعايا هنا 4 ومعايا هنا 2، يبقى 4 زائد 4 8، 8 على 2 ب4. طيب يبقى 3 و5 8 ناقص 6 2، يبقى انا كملت ناقص اللاين الاخير. هنقول مثلا طبعا الناتج عندي هنا كام؟ 4، عشان ما تنساش. 4 في 2 ب8 مثلا، 8 ناقص 4 يديني كام؟ يديني 4. ممكن الأرقام دي أنت تكتب أرقام تانية بحيث تكمل بيها المربع ده، ولكن حاول إن أي رقم أنت هتكتبه يكون أقل من 10، وما تتوترش خالص، بتبدأ تعمل تباديل وتوافيق، يعني تشيل وتحط، تجرب تجرب وتشتغل على اللاين اللي فوق اللي هو الأفقي ده، بعد كده تشتغل على اللاين العمودي، يعني تجيب أول صف أفقي، بعد كده أول صف عمودي، ومنهم تبدأ تخش على باقي الصفوف والأشكال. دي كانت فكرة السؤال ده، ويلا بينا نشوف السؤال اللي جاي بعد كده. وصلنا مع بعض يا شباب للسؤال ده، وهنا هو بيقول لي which two squares are missing، فين المربعين المفقودين؟ طيب حاول انك توجد علاقة ما بين الصفوف اللي قدامك او الأعمدة اللي قدامك، بحيث انك تجمع فكرة معينة. وقف الفيديو كده وجرب تشوف الأشكال وشوف هتوصل في النهاية لإيه، ونرجع نكمل. لو جينا بصينا هنا يا شباب، اولا انا عندي دايره بيضاء جواها دايره سوداء جواها دايره بيضاء اصغر، ده الشكل اللي انا شايفه هنا وشايفه تحت. اذا انا عندي الشكل ده موجود في الصف الاولاني وفي الثاني وفي الثالث. طيب برضو نفس الفكره، الدايره البيضاء اللي جواها دايره بيضاء تانية جواها دايره سوداء موجود فوق وموجود تحت، يبقى بالتالي هو ناقص انه يكون موجود هنا، فانا مفتقد الشكل ده هنا. فين الشكل ده هنا في الأشكال اللي قدامك دي؟ في بي، يبقى بي بنسبة 99% لو هو مش متكرر في حاجات تانية، يعني بي دي متكررة في حاجات تانية؟ لا مش متكررة، يبقى بنسبة 100% هي صح. طيب لو متكررة في شكل تاني يبقى هضطر إن أتابع اللي في النص دي. أنت بتحاول توصل للإجابة في أسرع وقت، فمش لازم إنك يعني إيه تجيب الفكرة التانية، إنما هنجيبها دلوقتي نأكد عليها بس. برضو انا جيت بصيت في الشكل اللي فوق ده، لقيت انه عندي 3 دوائر، دايره بيضاء دايره سوداء دايره بيضاء، دايرتين بيض ودايره سوداء، دايره سوداء ودايرتين بيض. طيب ايه اللي مفقود هنا من اللي فوق دول؟ انا عندي ده موجود اهو وعندي ده موجود اهو، يبقى انا مفقد الدايره السوداء اللي جواها دايرتين بيض، الدايره السوداء اللي جواها دايرتين بيض، هو عندي ده موجود هنا وعندي ده موجود هنا. طيب الدايرة السوداء اللي جواها دايرتين بيض موجودة في بي برضو، فأنا بنسبة 100% كده متأكد إن الإجابة إيه؟ إن الإجابة بي. فزي ما قلت لك في الامتحان مش لازم تجيب الفكرة التانية، طالما جبت الفكرة الأولانية وأنت متأكد خلاص يبدأ أخش على السؤال اللي بعد كده. يلا بينا نكمل. وصلنا مع بعض يا شباب للسؤال ده، وهنا بيقول لي the top set of 6 numbers has a relationship to the set of 6 numbers below، يعني المجموعة اللي فوق ليها علاقة بالمجموعة اللي تحت. The two sets of 6 boxes in the left have the same relationship as the two sets of 6 boxes on the right، يعني نفس العلاقة اللي هنا هي نفس العلاقة بتاعة الأشكال اللي في اليمين. Which set of numbers should therefore replace the question marks؟ سؤال زي كده هتجيب فكرته بمنتهى البساطة وهيتحل في 3 ثواني بس، إيه رأيك تجرب؟ وقف الفيديو وتعالى لي تاني. بصوا يا شباب، فكرة السؤال ده تتحل في 3 ثواني. بمعنى ايه؟ انا هبص فوق هنا ايه علاقته بتحت، يعني الاربعة دي انا لقيتها جت هنا والاتنين دي لقيتها جت هنا، خلاص انا جبت فكرتين لرقمين هقوم رايح بيهم الناحية التانية وبص على الاختيارات. يعني ايه؟
يعني انا لو هقيس نفس العلاقه اللي هنا، هي هنا المفروض ان الخمسه هتيجي هنا تالت واحده، والواحد يجي في الاول. فين الخمسه في التالت؟ الخمسه في التالت اهي، في خمسه في التالت تاني، لا يبقى الاجابه بي. وش كده خلاص انا خلصت، مش محتاج ان انا اكمل بقى بقيه الارقام. وكمان الواحد اتاكدت انه جه في الاول، ف100% في المية مليون في المية بي. طب تعال نبص نكمل بقى، احنا معانا كده كده دلوقتي معانا وقت. انا بكلمك في التيست هتعمل ايه؟ هتجيب رقمين، رقمين بالكتير او ثلاثة لو متشابهة في الاختيارات. جبت الاجابة خلاص مش لازم تكمل باقي عشان الوقت. يعني التمانية دي جت فين؟ التمانية دي جت في الاخر، يعني المفروض التسعة دي هتيجي في الاخر. طب التسعة في الاخر في بي؟ ايوه طبعا. طب الاربعة، انا عندي هنا التلاتة جت قبل الاخير، اللي هي رابع واحدة جت قبل الاخير تحت. طيب يعني الاربعة المفروض تيجي هنا اهي. خلاص انا كده متأكد بنسبة 1000000% ان الاجابة بي. اسئلة الاي كيو مش صعبة، بس هي بتبقى محتاجة منكم شوية تفكير. بتتقسم لثلاث انماط، النوميريكال او الاسئلة الرقمية، يعني ممكن تصادف مسألة رياضية بتحتاج منك استخدام الآلة وبيسمح ليك وبيتقالك اذا كان في اسئلة زي كده او لا. الأسئلة اللوجيكال اللي هي المنطقية، أشكال هتلاقي الشكل بيتغير، شكل راح هنا جه هنا، اسمها اللوجيكال. والأسئلة الفيربال اللفظية. التلات أنواع إن شاء الله هنبقى هنتابع معاكم فيهم في القناة هنا، والفيديوهات دي هتساعدكم إن أنتوا تتقبلوا. أتمنى لكم كل التوفيق. ما تنسوش طبعا لو أنتوا موجودين معايا لغاية دلوقتي واستفدتوا، إنكم تنشروا الفيديو مع أصحابكم وتدعمونا بالشير واللايك والسبسكرايب، تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. أشوفكم إن شاء الله في فيديوهات جديدة ومميزة. بالتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.